افتتح على أرض معرض كربلاء الدولي المعرض الأول للصناعات العراقية برعاية وزارة الصناعة والمعادن والأمانة العامة للعتبة الحسينية بكربلاء بمشاركة أكثر من 30 شركة عراقية صناعية وتجارية من القطاعين الحكومي والخاص في خطوة وصفها المشاركون بالجيدة، وتأتي ضمن جهود وزارة الصناعة والمعادن والشركات لدعم المنتج المحلي ورفض الصناعة العراقية، إضافة إلى أن هكذا معارض هي خطوة جيدة لتعريف المواطن العراقي على المنتجات العراقية وأيضا دعم حملة صنع في العراق. مدير العلاقات والإعلام في الشركة العامة للنسيج والجلود أحمد خلف أكد على جاهزية الشركة وقدرتها على سد احتياجات السوق العراقية من منتجاتها التي تتمتع بالجودة العالية والمواصفات المعتمدة. مشاركة الشركة العامة لصناعات النسيج والجلود في هذا المعرض لغرض تسليط الضوء على منتجات وإمكانيات الشركة وطرحها أمام المواطنين الكرام، فضلا عن السادة المسؤولين في المؤسسات التنفيذية لإعلامهم بأن الشركة لها القدرة على سد احتياجات هذه المؤسسات من مختلف المنتجات التي تنتج داخل الشركة بأيدي عراقية وبخبرات عراقية وبمواد أولية من مناشئ رصينة منتجة ضمن المواصفات المعتمدة. كما أكد مفد الشركة العامة لصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية في سامراء السيد حبيب حياوي أن الشركة كانت ولا زالت الرافد الرئيسي لسوق الدواء العراقي بالمنتجات. الشركة العامة لصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية في سامراء تشارك في المعرض الأول للصناعات العراقية الذي تقيمه الأمانة العامة للعتبة الحسينية في كربلاء المقدسة، وهذه المشاركة تأتي للتعريف بالمنتج الدوائي لشركة العامة لصناعة الأدوية في سامراء، حيث نعرض مختلف منتجاتنا من الأشكال الدوائية المختلفة. هذه الشركة الرصينة والشركة العريقة التي امتد إنتاجها على فترات عقود طويلة وبنت جسور ثقة كبيرة مع المواطن العراقي. من جهته وصف مدير الإعلام والعلاقات في الشركة العامة لصناعة الأسمدة الجنوبية ثائر جبر أن المعرض جاء لدعم المنتج الوطني ورفض القطاع الصناعي بالمنتجات. شاركت الشركة العامة لصناعة الأسمدة الجنوبية بمعرض الصناعة العراقية برعاية العتبة الحسينية المقدسة. طبعا هو هذا المعرض الأول الذي قام على أرض معرض كربلاء الدولي. الهدف من المشاركة هو دعم المنتوج الوطني ورفض الصناعة العراقية، علما أن الشركة العامة لصناعة الأسمدة هي إحدى الشركات العاملة ولم تتوقف إلا بعض الأشهر إلى الإجراء الصيانة. معمل منتج ينتج سماد اليوريا من أجود السماد الموجود بالمنطقة حاليا. الصناعة العراقية صناعة عرفت بالجودة والمتانة، إلا أنها الآن وفي ظل الظروف الحالية تحتاج إلى دعم أقوى من قبل المسؤولين والمواطنين على حد سواء للنهوض بواقع المنتج المحلي ودعم شعار صنع في العراق ليستطيع المنافسة في السوق أمام المنتجات الأخرى المستوردة والتي هي لا توازي المنتج المحلي بالجودة.